قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. ولدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي. وخلال لقاء جلالته حفظه الله بكبار الضباط تم بحث الخطط المستقبلية لتطوير وتعزيز قدرات قوة دفاع البحرين. وحول التطورات في جمهورية السودان الشقيقة أكد جلالته رعاه الله تضامن البحرين ووقوفها إلى جانب السودان الشقيق، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق، مثمنا جلالته المواقف الأخوية الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مقدرا رعاه الله القوات المسلحة السودانية الشقيقة ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن الشقيق، متمنيا لجمهورية السودان دوام الرفعة والرقي في ظل التسامح والتآخي بين مكونات شعبها العزيز. كما أعرب جلالته خلال الزيارة عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين، مؤكدا أنه موضع تقديرنا الكبير وفخرا للبحرين وأهلها دائما، فرجالها البواسل هم بعون الله الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية. وقد رفع ضباط قوة دفاع البحرين إلى جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، دعين الله أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا العزيز باليمن والبركات. وبادلهم رعاه الله التهاني بهذه المناسبة الكريمة، وكلفهم بنقل تحياته وتهانيه إلى جميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة بهذه المناسبة المباركة، داعينا الله تعالى أن يعيدها على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات. كما تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين. فلدى وصول جلالته أيده الله كان في الاستقبال اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، كما تشرف عدد من ضباط الحرس الملكي بالسلام على جلالته. وفي مستهل الزيارة استمع جلالة الملك المفدى أيده الله إلى إيجاز عن الواجبات الجليلة التي يقوم بها الحرس الملكي بكفاءة عالية والخطط المستقبلية لتطويره. بعد ذلك توجه جلالته رعاه الله إلى ميدان الرماية، حيث شهد رماية بالذخيرة الحية وتطبيقات عسكرية قام بها عدد من المجندات من منتسبي الحرس الملكي امتازت بالدقة والمهارة، مشيدا رعاه الله بما شاهده من كفاءة عالية وإتقان في تنفيذ هذه المهارات مما يؤكد كفاءة المرأة البحرينية في مختلف المجالات. ثم تشرف المدربون والمشاركون في الرماية والتطبيقات بالسلام على جلالته أيده الله والتقاط صورة تذكارية مع جلالته بهذه المناسبة، شاكرا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وجميع منتسبي الحرس الملكي على ما يقومون به من واجبات وطنية سامية بكفاءة عالية وحمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص، وما يتمتعون به من روح معنوية رفيعة لأداء واجباتهم بكل بسالة وشجاعة، مشيدا جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بمواصلة منتسبي الحرس الملكي البواسل أداء المهام النبيلة الموكلة لهم متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من مهام سامية لتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، وما يحققونه من نجاحات وانتصارات متواصلة تدعو للفخر والاعتزاز.